قوة أي جريمة بتكون في غموض تفاصيلها، وده اللي دايما بيتحداني. واسمحولي أخدكم معايا نحقق في الجريمة. أهلا بيكم في العالم بتاعي، عالم يوسف الكردي. ادخل بسرعة بسرعة قبل ما حد يحس بيك، يلا بسرعة. ايه في ايه مالك؟ ادخل بس بسرعة اقولك بعدين. يا ابني مالك؟ طب فهمني، انت خضتني جدا. ادخل يا ابني مفيش وقت، يلا يلا بسرعة ادخل ادخل. حاضر اديني دخلت اهو. بص شايف؟ ايه ده ايه ده؟ ازاي كده؟ هو ايوة فعلا هو ده. انا مش قادر افهم ازاي حصل. يا خبر ابيض، هما قتلوه ازاي؟ قدروا يوصلوا له هنا؟ احنا اكيد مخترقين، انا مش عارف. طب هو احنا المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ دي مصيبة سودة. انا مش عارف اعمل ايه، بس انا من ساعة ما شفته انا مضغوط وحاسس بربكة شديدة جدا، فندمت على احمد واحمد ندم عليا. انا عارف ده، بس احنا قدام مصيبة، مصيبة بكل المقاييس. احنا مش في مبنى عادي، والجريمة دي ما حصلتش الراجل شغال شغلانة عادية. الجريمة دي هيكون ليها ابعاد كتيرة جدا. خدوا بالكم ان احنا جوه اهم مبنى في الدولة، احنا رمز لتنفيذ القانون. لما يحصل عندنا جريمة بالطريقة دي اهانة كبيرة ومش عادية. غير انه هما ازاي قطعوه كده؟ ده على الاقل واخد 3 ضربات بسكينة في الكمكمة. في منهم اللي فجر العين والشريان البصري، وفي منهم اللي عمل كسر في عظم الكمكمة. غير انه في تهتكات في جدار البطن بسبب انه اتغزغز اكتر من مرة. اللي عمل كده كان عنده وقت ينفذ فيه الجريمة دي، وواثق ان عسكري المتابعة مش هيدخل اصلا، ولا اي حد من الرجالة هتدخل. ده غريب. والجريمة تقريبا لازم تكون خدت اكتر من نص ساعة ما بين دخول وما بين تنفيذ الجريمة وما بين خروج. مستحيل تكون جريمة زي دي اتعملت في اقل من نص ساعة، مستحيل. من هنا ابتدت الحكاية. طبعا حضرتكم مستغربين هو احنا بنتكلم ليه بالشفرات، لكن المرة دي الجريمة مش جريمة عادية، لان الضحية هو رئيس مباحث، يعني مش شخص عادي، واتقتل في مكتبه. وده طبعا يخلي الجريمة ليها طابع مميز جدا. غير انه سيادته ما تقتلش بطريقة عادية، سيادته اتضرب اكتر من ضربة وبطرق انتقامية وهو جوه مكتبه، ومحدش حس بيه في المبنى، وده كان علامة استفهام كبيرة جدا. غير انه مين الشخص اللي قدر يدخل مسلح باسلحة بيضة جوه مبنى زي ده؟ والاهم ازاي ان عسكري المتابعة اللي واقف على الباب محسش باي نداء استغاثة مثلا، او اي نوع من النداء؟ وده بيحطنا قدام لغز قضية فعلا محير. وعشان كده ما كانش قدامنا حل غير استدعاء المحقق يوسف الكردي. طبعا اغلب حضراتكم عارفين انه يوسف باشا اتعرض لحادثة بشعة، والكلام ده لسه يدوبك من فترة قريبة لما كان بيحقق في قضية شيطان الانس. وطبعا هو لسه ما تعفاش بالكامل، لكن الجريمة اللي احنا قدامها دي جريمة مش سهلة، واحنا محتاجين اولا اننا نلاقي الجاني بشكل سريع جدا عشان نرد هيبتنا، عشان نحقق القصاص، عشان نرجع لاذهان الناس فكرة الامان والامن. وطبعا انتوا عارفين انه في ضغط اعلامي كبير جدا بخصوص القضية دي، وانه الشارع بيسأل هو ازاي حصل الاختراق الامني ده، وازاي اتقتل سيادته بالطريقة دي. طبعا لحد دلوقتي ما عندناش تفسير. انا طالب من حضراتكم التعاون الكامل مع يوسف بي اول ما يدخل باذن الله. حضراتكم متأكدين وعارفين واكيد سمعتوا انه يوسف الكردي ليه طبيعة في التعامل مع القضايا، الى حد ما هي طبيعة ممكن تكون مش مريحة لاغلبكم، بس مفيش حل تاني غير يوسف الكردي. ومن الاخر القضية دي لازمها يوسف الكردي. وعشان كده انا بترجاكوا انه اي خلاف شخصي بعيد عن الشغل يتركن على جنب، واننا كلنا هنبقى تحت قيادة يوسف باشا لحد ما نعرف بالظبط ازاي الجريمة دي حصلت، وازاي اتقتل الباشا. يا يوسف باشي يا يوسف باشي. ايه يا ابني في ايه مالك؟ والله وحشتني يا يوسف باشي، وحشتني وحشتنا ان انا قاعد اقول لك حاجات تكديه وانت تزعق فيي. عارف يا محروس، انا الفترة اللي فاتت دي كلها
الحاجة الوحيدة اللي كنت مرتاح منها انت صراحة يعني. والله وحشني الحديد معاك يا يوسف باشي. اظبط نفسك يا عسكري. اسف يا باشي. طب اخوي اتفضل بقى. عايز ايه؟ بص يا باشي، هو معالي الباشي اللي هو ابو حاجات كتير على كتافه دي، اللي هو معلق حاجات كتير دي يا باشي، قاعد مع شوية من زملاته وبردك معلقين حاجات كتير، وكانوا عم يتسايروا مع بعضيهم عشان موضوع الراجل اللي اتقتل دي. ودلوقتي باشي هم قالوا لي أندى عليك. الراجل اللي اتقتل وراجل معلق على كتافه حاجات كتير ومين؟ وزمايله معلقين حاجات كتير. انت عارف انت حظك حلو جدا ان انت بتتكلم الكلام ده قدام يوسف الكردي. خلاص يا احمد سيبه، هو الراجل يعني عسكري غلبان، هو متعود يتكلم معاه على فطرته. لا يا باشا مينفعش ان هو يتكلم معاك بالطريقه دي، لازم يكون في حدود. خلاص يا احمد، برضو محروس ده العسكري الخاص بتاعي، غلاوته عندي كبيره. انت يا زفت، عارف لو سمعتك بتتكلم كده تاني قدامي انا هنفخك. يا يوسف باشي انت عارف غلاوتك عندي، ده انا جبت لك شويه مش من عندنا في البلد بدوتهم. والله يا يوسف باشي والله كان قدامي شويه مش دود ميت ما رضيتش اجيبه، والله جبت لك الدود اللي عم يلعب ده، عارف الدود ده ولا تقولش تعبان يعني شويه مش على ابوه يا سعاده الباشي. غور يا ابني من وشي احسن لك، يعني انا مش عارف جبت فطير. والله يا باشي خليت امي في البلد تخبز بنفسها وتقعد كده تقرفص وتعمل لك الفطير بايديها يا باشي. طب يلا خور يلا يلا هاتهم وتعالى، فاهم؟ حاضر باشي، بس عايز اقول لك حاجه باشي، الراجل اللي قلت لك عليه ده قاعد يزعق عليك، انت هتروح له ولا هتاكل المش؟ هو بيزعق قوي يعني؟ لو مش بيزعق قوي عادي ممكن ناكل المش ونروح له. يا محروس يا محروس. ايوه يا باشي، اديني بنده يوسف بيه وجايين لك. يا باشي تمام يا فندم. خلاص يا محروس، شكلها ما فيهاش مش يا ولد. الله، بص انت تكمر لي شويه المش دول في المكتب، واخد بالك، وتقفل المكتب وتقول ان فيه دوسيهات مهمه جدا، عشان انا عارف الناس اللي هنا لو عرفوا ان فيها مش كله هيجي ياكل. ماشي؟ حاضر باشي، عينيا ليك يا باشي، والحمد لله على الف سلامه يا باشي. الف 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 الحمد لله على السلامه. طب اخويا يلا اهو، تقولش باي حاجه تاني باشي. لا ما عايز حاجه من وشك. يلا يلا غور يلا، اوعى حد ياخد من المش بتاعي، انت فاهم؟ ده انا احبسك فيها، اجيب لك فيها اعدام. لا يا باشي ما حدش يقدر يجرب من ناحيه المش بتاعك، اوعى تخاف يا باشي. ولا الفطير يلا. ولا باشي الفطير يا باشي. طب غور يلا. انا بجد يا باشا مش عارف حضرتك بتتعامل معاه ازاي كده يعني. يا سعاده الباشا برضو ده عسكري وحضرتك ما ينفعش تتكلم معاه بالطريقه دي. ليه يعني يا احمد باشا؟ كلنا ولاد تسعه يا احمد، ها؟ ومش عايزك تفكر بالطريقه دي تاني، ولو عايز تكون محقق شاطر اوعى تتكبر في يوم من الايام، فاهمني يا احمد؟ طبعا فاهمك يا يوسف باشا، وانت عندك حق. انا اسف يا عم. لا اسف ولا حاجه بقى، ما تكبرش المواضيع. تعال نشوف بقى مجلس البشوات اللي مستنينا وربك يسترها. هو انت ناوي تعمل ايه يا باشا؟ ولا اي حاجه، البشوات اللي احنا هندخل لهم دلوقتي لمؤاخذه فخاتهم مريحه، محدش فيهم بتاع حركه، ولا حد فيهم بيطايقني ولا طايقك على فكره، عشان تبقى عارف. بس هما جايبيننا عشان سيادته اتقتل، وطبعا انت عارف سيادته دي كبيره قوي، وبصراحه المره دي عندهم حق. مش قصدي الاهتمام بس بالقضيه، قصدي ان القضيه فعلا فيها كذا علامه استفهام. ازاي واحد قدر يدخل المبنى؟ دي علامه استفهام كبيره. ازاي العساكر ما خدوش بالهم من دخوله ومن خروجه؟ توزيع الدم اللي انا شفته على الجثه بيقول ان القاتل اول ضربة ليه كانت من الخلف، وده معناه انه دخل من الشباك اللي ورا المكتب. بس ازاي؟ مفيش تفسير منطقي للموضوع ده غير انه طلع على المواسير. لكن اللي انا واقف قدامه هو ازاي لما ضرب عادل باشا بس طور اول مرة، عادل باشا ما عملش اي صوت، مع ان الضربة الاولى ما كانتش ضربة قطعية على فكرة. بس في الغالب، اسمح لي يوسف باشا اقطعك، في الغالب اللي انت عايز تقولها دي يا باشا هي اللي وردت في تقرير الطب الشرعي، ان الضربه الاولانيه افقدت عادل باشا الوعي وعملت له نزيف في المخ. ده حقيقي يا احمد، هو ده اللي انا كنت هقوله فعلا. بس اللي عمل الجريمه دي فاهم كويس قوي ان الضربه هتعمل كده، لان لو ما كانتش عملت كده وافقدت عادل بيه الوعي كان عادل بيه فضحه.
لو الضربة دي نزلت 5 سنتي ما كانتش هتجيب اي تأثير. فعلا انا قريت ده في التقرير. غير يا فندم ان انا عايز اقول لحضرتك حاجة لاحظتها في التقرير، انه تقرير الطب الشرعي بيقول ان الضربة كانت بزاوية ميل عشان تخبط اللوزة الدماغية بطريقة معينة، وان التأثير كله بتاع الضربة الاولى كان على اللوزة الدماغية، وده يتهيالي انه كان مقصود. ده فعلا يا احمد انا فكرت فيه، وانت عندك حق، ان اللي ضرب الضربة دي مكانتش ضربها عشوائي، غير انه هو كان عامل سيناريو ثابت للضربات، لانه مفيش ضربة واحدة الضربة عادل بيه الا وكانت بدقة شديدة جدا ومش عشوائية. والطريقة اللي ضرب بيها انا بقولك ان هي مدروسة، لسبب انه كان عارف كويس جدا الاتجاه اللي هينفجر فيه الدم بحيث ان هو يتجنبه علشان ما يبقاش ظاهر عليه اي حاجة. انت قصدك يوسف باشا انه بعد الجريمة نزل عادي وتمشى قدام القسم؟ طبعا، امال انت فكره هيعمل ايه؟ اكيد يا احمد انه نزل وتمشى قدام القسم. امال ايه؟ هيطير؟ هيركب جناحات؟ انت تفكيرك اكبر من كده بكتير، ولا انت هتعمل لي زي المفخدين جوه؟ يا يوسف باشي، يا يوسف باشي، اه مندوب المفخدين جه. يا يوسف باشي يا ابني انطق، في ايه؟ سعاده الباشا الكبير يا باشي قاعد خارب الدنيا عليك يا باشا وعايزك جوه. طب يا حبيبي ماشي، انا هجيله هظبط الامور. خلاص اتفضل، يلا يا عم احمد نشوفه عايز ايه. على راي الواد محروس كبير المفخدين عايزنا. والله يا باشا انا بجد احيانا ببقى محتار في حضرتك. قوم ما تحترش كتير، قوم. الشغلانه احيانا بتخلينا نعمل حاجات مش في دماغنا قوي، زي ان انا اتعامل مع كبير المفخدين اللي جوه، لا انا بطيء ولا هو بيطيء، بس هنعمل ايه طيب؟ ايوه يا سيد باشا، بس حضرتك في يدك ان انت ترفض القضيه من اساسها وتريح دماغك. لا يا احمد، لا مش انا اللي ارفض قضيه، وبالذات لو قضيه بالحساسيه اللي قدامي دي. غير انه الواد المجرم ده عجبني ودخل دماغي بصراحة، هو محترف ومش سهل. وبيني وبينك لو المفخدين اللي جوه دول هم اللي مسكوا القضية يبقى هتتأيد ضد مجهول. طب بس يا باشا عشان خلاص وسام، على رأيك يلا ندخل. اهلا بيك يا يوسف باشا، الحمد لله على سلامتك، احنا كلنا كنا بندعي لك بالسلامة. اهلا اتفضل اتفضل يا يوسف، تعال خد مكانتك ومكانك، تعال اقعد على كرسيك وفهم البشوات وجهة نظرك في القضية، واحنا كلنا هنا هنبقى تحت توجيهاتك بكل الاجهزة والامكانيات اللي تحت ايدينا يا يوسف، ما تخافش. السلام عليكم. طبعا انا مش حابب ان احنا نجامل بعضينا، ومبسوط جدا طبعا ان انا هشتغل معاكم والكلام الفاضي ده كله، لان احنا عارفين ان احنا ما بنطقش بعض، انتوا لا بتطيقوا طريقة شغلي ولا انا بطيق طريقة شغلكم بصراحة كده يعني. وانا بحب البساط احمدي طبعا، انتوا شوف عبد المنعم من البداية مش طايقني. بص عبد المنعم هقولك على حاجة. يوسف يا ريت تتكلم باحترام يا عم. ماشي حبيبي، خلاص يا بابا. انت تتكلم كده ازاي؟ انت على فكرة اقل رتبة هنا. انا مش جاي اتخانق معاكم على فكرة، احنا جايين هنا هنستحمل بعضينا بالظبط 24 ساعة نخلص فيها القضية دي، وبعد كده كل واحد يروح في حاله، وانتوا ترجعوا لفخاتكم وانا ارجع لمكتبي وخلصانه. هتستحملوني خير وبركه، مش هتستحملوني هطلع لسيادته اقول له ان انتوا ما رضيتوش تتعاونوا معايا. واخدين بالكم؟ ايه محدش اتكلم يعني؟ سكتتم؟ حلو قوي، تمام يبقى نبدا الشغل. بصوا بقى يا باشوات، احنا قدام واحد قدر يدخل للباتروم اللي ورا الحجز، طلع على المواسير وكان عارف الاوضة بتاعت عادل بيه، وكان عارف ان الاوضة عادل بيسيب الاكرة بتاعت الشيش بتاعتها مفتوحة، وقدر يدخل من غير ما عادل يحس بيه وهو بيتحرك في ظهره، وقدر يوجه لعادل ضربة افقدت الوعي. عشان نبقى بنتكلم بطريقة تقربنا من الولد اللي عمل كده، يبقى لازم نبص للموضوع بموضوعية شوية. الولد ده 100% مع الرسم الهندسي للمكان. تاني حاجة، هو دخل المكان وعارف اماكن المكاتب كويس. تالت حاجة، هو عارف الروتين بتاع عادل الله يرحمه. حطوا التلات نقط دول جنب بعض واسألوا نفسكوا كده، مين ممكن يدخل مبنى خاص برجال القانون، او بصورة ادق خاص بالشرطة، ويفضل رايح وجاي فيه، ويقدر يعمل رسم هندسي لادق تفاصيل المبنى، ويقدر انه كمان
يعرف أماكن المكاتب والمواسير اللي بتوصله للمكاتب دي غير إنه عارف روتين عادل 100%. إحنا بنتكلم على واحد موجود هنا جوه المبنى وعارف عادل كويس. خدوا بالكم الرسم الهندسي بتاع المبنى مش موجود مع حد إلا الرتب العالي، لأنه المبنى ده أساسا قبل ما يكون اسم هو كان قصر وما تعملوش تجديدات كتير، وده يخلينا نتأكد ان الرسم الهندسي بتاعه موجود في الارشيفات، والارشيفات هي وخزنة المتعلقات الشخصية ومخازن العهدة ومخازن السلاح، اماكن محتاجة تصريح خاص عشان تقدر تدخلها وتاخد منها اللي انت عايزه. العساكر اللي واقفة على الاماكن دي عساكر غشيمة مجرب مجندين، وعارفين كويس جدا ان اي حاجة هتروح من هنا ولا هنا هم هيروحوا وراها ورا الشمس، فيعني من رابع المستحيلات ان يكون في حد قدر يوصل للمخطط الهندسي للمبنى الا واحد منكم. طبعا في اللحظة اللي قلت فيها الجملة دي كل اللي قاعدين قدامي هاجوا وفضلوا يصرخوا وفضلوا يزعقوا وكانت مسخرة. طب وانت عملت ايه يوسف؟ ولا حاجة يا احمد، انا كنت متوقع جدا ان الاجتماع بتاعهم هيبوظ، غير ان انا اساسا كنت شاكك ان المتهم واحد منهم. طيب كمل كمل. بعد ما هاجوا وولعوا بعض وكانوا هيضربوك ولا اي حاجة، طلعت من غرفة الاجتماعات وسبتهم يقعدوا يشتموا. كنت عارف ومتأكد ان علي الشريف هيجي ورايا. اشمعنى علي الشريف؟ بص كده مين ممكن يستفيد من موت عادل؟ لا مش قادر اوصل. معلش يا يوسف باشا لو توضح لي اكتر. اولا حركة الترقيات كلنا عارفين ان هي بتيجي من فوق، ومحدش بيبقى عارف هو رايح فين ولا جاي منين ولا الدنيا هتمشي ازاي، وانت عارف ان كلنا بنبقى منتظرين النشرة. انت النهاردة هنا بكرة ممكن خدمتك تتنقل لحتة تاني، الله اعلم. تمام. ايه برضو ايه العلاقة؟ مش فاهم اي حاجة. ده اللي خلى الزبون يعتقد ان عمري ما هشك فيه بسببه، ان حركة الترقيات مش في يد حد، بس هو غلبان وغلبان قوي، لانه ببساطة في الاغلب في الوقت اللي مش بيبقى فيه تنقلات ولا تحركات بتبدأ الاشاعات تشتغل، وفي الغالب ان الاشاعات اللي بتتقال في التوقيتات دي بتكون هي الاقرب للحقيقة، واغلب الاشاعات كانت بتتنبأ بترقية عادل. ايه ده؟ انت قصدك انه الشخص اللي قتل عادل باشا كان طمعان في الترقية يعني؟ تفكير حلو يا احمد، تفكير حلو، بس خد بالك احنا لو هنبص على مين عايز الكرسي اللي رايح له عادل مش هتلاقي ولا واحد. هو انت عارف هو عادل بيه كان رايح فين؟ الاشاعات هي اللي قالت عادل رايح فين، والاشاعات كانت بتقول ان عادل كان مترشح يبقى هو مدير الامن الجديد. ايه بس عادل بيه كان صغير بس كان كفاءة وكان شاطر ومجتهد، والقيادة الجديدة عايزة تشجع الشباب، وعادل كان عنده الخبرة الكفاية ان يمسك المنصب ده، وعادل كان امين ودغري وملوش في اللعب العوج، وطول مدة شغله في المباحث عمره ما كان دبلوماسي ابدا، ولا كان ليه دعوة بالسياسة ولا يحبها ابدا. مش فاهم حضرتك ده ايه علاقته بقتله؟ بص يا سيدي، عادل لو كان مسك وجت انتخابات المجالس كان هيمنع تماما اي ممارسة غير قانونية للتأثير على الناخبين باي صورة من الصور، وكان هيشدد، وطبعا ده كان هيسقط منتخبين بعينهم مش هيخليهم يوصلوا لكرسي المحافظة. بالتالي وصول عادل او احتمالية وصول عادل لإدارة الامن في المحافظة بتشكل خطر عليهم، وهم اللي عندهم القدرة ان يجيبوا عيل محترف يقدر يضرب الضربات اللي ضربها العادل وموته بيها، وفي نفس الوقت عندهم القدرة ان يشتروا ضمير حد عشان يدلهم ويديهم المخطط اللي يقتلوا بيه عادل. طب لما اخذ يوسف باشا هو ايه علاقة علي الشريف باشا بالموضوع؟ سؤال ذكي يا احمد وعجبني، عجبني جدا. بص يا سيدي، الراجل اللي مرشح نفسه له علاقة بعلي الشريف، ده اللي هيجي في دماغك، وطبعا ده غلط. هو لحد من قرايبه
ولا حد معرفة ولا الهوى ولا في اي علاقة تجمعهم سوا. طيب امال ايه الموضوع يا باشا؟ عشان انا دماغي لفت. بص يا سيدي، الموضوع ببساطة خالص، ان علي الشريف بيهتم قوي قوي بالتقارير. علي صغير قوي على الرتبة اللي هو فيها، والرتبة دي خدها بسبب انه اتجوز بنت واحد من القيادات الكبيرة، وده ساعده كتير جدا جدا يعني. والصراحة علي كان ذكي، وذكي بما فيه الكفاية انه يعرف يوطد علاقاته كويس جدا جدا. اخو علي بقى حسن الشريف، حسن شغال في المقاولات وشغال في المصالح اللي من تحت لتحت، وعنده شركة، وشركة محترمة في التطوير العمراني. الشركة بتاعت حسن ليها فترة منمرة على قطعة أرض هتطرح في المجلس اللي جاي، مستنيين المجلس عشان يأشر عليها، وطبعا هو عايز ياخدها، وطبعا هو مرتب مع المرشح ان يساعده يفوز، وفي نفس الوقت التاني يسلك له الارض. فهمت بقى يا احمد القصة ماشية ازاي ومترتبة ازاي؟ ايوه باشا انا فهمت، بس احنا هنوقعه ازاي؟ هقولك انا بقى هنوقعه ازاي. علي الشريف اول ما تدخل لي دلوقتي، بعد شوية هيدخل دلوقتي، اول ما يدخل هتروح تقول انت بنفس اللفظ اللي هقوله لك، حسن همام القط احنا هنجيبه ونستدعيه ونحقق معاه بعد الادلة اللي لقيناها وحرصتها انا، تدينه في قضية قتل عادل. هو مين القط ده يا باشا؟ ده يا سيدي يبقى المرشح اللي هم عاملين عليه الزيطة دي كلها. احنا هنقول الكلمتين دول قدام علي الشريف. علي بعد ما انت تمشي ببساطة هيتصل باخينا القط. انا جبت اذن من واحد حبيبي في النيابة ان احنا نراقب تليفون علي، وفعلا الاجهزة تحت شغالة بتراقب تليفون علي. طبعا علي هيقع في الكلام، هينبه القط. ادي اول قضية شالها. تاني قضية انه علي هيسألني ويقول لي هو انت ايه اللي حرصته؟ اكيد هقول له دي حاجة ما ينفعش اقولها لك، بس انا ايه سايبها في الخزنة بتاعتي امان. طبعا علي عارف ومتأكد ان وجودي هيخليني اوقعه، وان طالما القضية وصلت عندي وان انا عرفت اجيب القط يبقى هجيبه. هنبدأ نشيع في كل حتة في الاسم ان في تحركات قوية جدا للقبض على القط. عايزكو تخلوا اعصابه تدوب حرفيا. طبعا علي هيبدأ ياخد خطوات سريعة مش مظبوطة هو والقط. اهم خطوة فيهم ان هم هيكرروا العملة اللي عملوها مع عادل معايا، انهم هيبعتولي الواد اللي خلص على عادل يخلص علي انا كمان بنفس الطريقة وبنفس السيستم. وهنا بقى هنبقى في انتظاره، وانا هريح علي لاني هقوله على اليوم اللي انا هبقى فيه قاعد في المكتب لوحدي، وفي نفس الوقت هبقى قاعد في وقت متأخر عشان يبقى عارف ومتأكد ان الحراسة قليلة جدا، وهديلهم المعلومة دي في وسط كلام كده بحيث ان هو ما ياخدش باله ويبلع الطعم. وفعلا هو بلع الطعم وقدرنا نقبض على اللي قتل عادل. وطبعا بالضغط عليه الواد اعترف بكل حاجة وجاب رجل القط، واول ما اتمسك القط جاب رجل علي، وبكده قفلت القضية وقدرت ارجع حق عادل الله يرحمه. اولا حابب اشكركم جدا 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 على تفاعلاتكم وعلى كل حاجة بتوصلني منكم، بجد انا معتز حقيقي جدا بوجود كل واحد منكم في القناة. بعد اذنكم اللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك، اللي سمع الحلقة وعجبته ياريت ما يبخلش علينا بان هو يدوس لايك. الناس الرائعة اللي بجد بتشجعني وبتدعمني ارجوكوا ان احنا نكتب تعليقات عشان الحلقات تظهر لناس اكتر ونكمل العيلة بانضمام ناس جديدة لينا. انا بشكركم جدا جدا، وحقيقي دعمكم هو اللي مخلينا نقدر نكمل. بشكر كل شخص بيهتم انه يعلق، وبشكر كل واحد موجود في القناة. شكرا بجد لكم.